في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلبة الصف الرابع الابتدائي، نرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في الدروس المصورة بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة. الأهداف يتوقع من الطالب في نهاية الشرح: 1- أن يعرف قاعدة كتابة الألف الملفوظة غير المكتوبة معرفة جيدة، أن يكتب كلمات بها ألف ملفوظة غير مكتوبة بطريقة صحيحة، عبر عن الصورة التي أمامك بجملة اسمية صحيحة. موجود بعض الكلمات من المصحف الشريف، نقول: القرآن الكريم نور للصدور. القرآن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الخبر؟ نور. أحسنتم، نور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الألف الملفوظة غير المكتوبة، اقرأ الفقرة الآتية: سمعت عن الشاعر عبد الرحمن شكري في برنامج إذاعي، فأردت معرفة حياته وكتبت كلمة الرحمن هكذا، لأبحث في المكتبة، لكن أخي صالحا أوقفني وصاح قائلا: هذا خطأ، فقد علمني أستاذي أن أكتبها هكذا الرحمن، ذلك هو الصواب. فشكرته ودعوت له، ثم تابعت قراءة سيرة الشاعر وبعض أشعاره. نلاحظ في الكلمات الملونة باللون الأحمر: هكذا، لكن، هذا، الرحمن، ذلك، أن حروفها المكتوبة أقل من حروفها المنطوقة، فكلمة هكذا كتبت بأربعة أحرف فقط، في حين أننا ننطقها بخمسة أحرف، وكلمة هذا كتبت بثلاثة أحرف، بينما ننطقها بأربعة أحرف، إذ لم تكتب الألف بعد الهاء في هاتين الكلمتين، وكذلك كلمة الرحمن لم تكتب الألف بعد حرف الميم، وكلمة ذلك لم تكتب الألف بعد حرف الذال، على الرغم من نطقها في كل هذه الكلمات. القاعدة: تحذف الألف في بعض الكلمات كتابة لا نطقا، مثل الله، إله، الرحمن، لكن، ذلك. تحذف الألف من هاء التنبيه الداخلة على أسماء الإشارة الآتية: هذا، هذه، هذان، هؤلاء، ولا يحذف من اسم الإشارة هاتان أو هاتين. استخرج من الجمل الآتية الكلمات التي بها حرف ينطق ولا يكتب، ثم ضعها في الجدول التالي: ألف، هذا البيت بناه أبي، وهاتان النخلتان زرعتهما بيدي. الكلمة التي بها ألف تنطق ولا تكتب:
في الجملة الأولى، هذا أحسنت. الجملة الثانية، طه حسين أديب عربي معروف. طه، أحسنت. الجملة الثالثة، سرني تلبية هذين الجارين الدعوة إلى حفل زواج أخي. هذين. استعد حمد للمسابقة جيدا، لذلك استحق الفوز. لذلك، أحسنتم. أكمل الفراغات الآتية بكلمات مناسبة فيها ألف تلفظ ولا تكتب. ألف، هذه القصة ممتعة. باء، السماء تمطر لكن الجو حار. أسمي الله قبل تناول الطعام. دعوت هؤلاء الطلاب للمشاركة في المسابقة. أحسنتم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس، وإلى لقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.